فد بس عبادتك نباس تا شاك كن او شلي ولا مخه كله با بشونيوشي ولا من امش هم درک نهم کرد اها شو بخوي بس بس کر بو بس کر دبره بيدته باي گوي اوانه او بخوي به tali کرد زور خطر اگر در براسي ومان کرد ومان کردو چی مان کردو چی مان کردو چون حزنا کي چاكه كانت چون حزنا کي خرابه كانت خلق بي بزانيه كات يا گناه هيك کي زۆر پێت ناخۆش کە خەڵکی پێ بزان هەزەکەی بە شاراوایی ئەو گنااحی بقیی ئا ها پێت ناخۆش بێت چاکەکانت بە عشراب بکە چکش چۆن ئەمە ئەشاریتەوە گوناکانت بەکپکەی چکەکانتش بشارەوە چکەکانش بشارەوە بۆە لە سەللف گەێڕنەوە ئەێن کەسێکەکەبوو بۆ زۆر دەوڵە من بووە الله و عالممەری کوڕی عبد عزیز بۆ رزای خخوا لبی. یا کەسێک لەگەڵ ئەوبووەڵو ئادەم خڵی پارداوت ئەکە ففلانکە س ووەرە کاکەسو و لەفلانش شوێن مزگەوتی ب کەپچو لە ففلان شوێن ئەو بکەپچولەوە یوتیانە فان کەس تۆ خۆت دەوڵەمەنی خۆ بۆ ناشی بکەیت بۆ خۆی خۆت بە دەستی خۆت بکە ووتین نە ئەوەی وان من بۆ یەکەم ئەو ئاگای لێتیت کەست ناگە خڵ پێم بزانێ فلانەکەس ئەمەی کردو ئەو مزگەوتەی کردو ئەوەی کردو ئەوەی وان من بۆ یەکەم ئەو ئاگای لێتیت خلاص زۆر خەر ڕاض زۆر خەر بەڕاستی. زور خثرة يعني إلا ما رحيم ربي فنا أجرينا أخوائي قولوا مهربان أخوائي قولوا مهربان ما فاريزي يا ربي فرمي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله أكبر الكبائر يعني الشرك أصغر لزنا قولتنا لقتل قولتنا لما شرب خواردن الشرك شركي أصغر بويا ففي الحديث بيان ان الشرك من اكبر الكبائر وقد جاء عن بعض الصحابه ما يفيد انهم كانوا ينظرون الى الشرك الاصغر على انه اكبر الكبائر بعد الشرك الاكبر لدوا الشرك اكبر شرك اصغر دي او اكبر الكبائر بابا عبد الله كريم مسعود رزاؤ رحمته الله صحيح بو هاتو افرميت لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا اقرسون بخو بخوم بدرو فيم خوشترا لوي كواسون بخوم بغير خوا براست درست رونه ان شاء الله لبروي يدل على مدى خوفهم من الشرك الاصغري اما اودرك ياك صحابه شن يترساو من الشرك الصغار وتويت يسون بغير خوف خوم يسون بخوف خوم بدروا امام تي خوشترا عشان يوضح هالشيء للسرع بل امان تي باشترا تي خوشترا لوئك واصيون سيون بخم بغير خوا بالراست فالحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر وانيا كابرا معمل الشيخ سيون بخوا بونا كريمة بونا شديك الرياض